اما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الاخيره لموضوع كثير مهم للطفول. قديش مهم يمكن رشا اليوم تعليم الطفل بمر بمراحل كثير مهمه لبناء شخصيته وتكوين شخصيته، لكن البيئه بتلعب دور، المحيط بيلعب دور. اليوم الام ما عم تربيه لحالها للاسف، يعني في عده عناصر بتشارك بهي التربايه. أكيد نور، ومنرجع دائما بنقول إنه الأهل هن المنبع الأساسي لهذا الطفل. اليوم أنا شو بزرع بطفلي رح أحصده بعدين بمرحلة الشباب. بنشوف ردات فعل كتير عند الشباب والصبايا، بنشوف أزمات نفسية، وبنرجع نفسيا بنقول رجعوا للطفولة، شوفوا كيف كنتوا عم تعاملوا أطفالكم، شوفوا كيف كانت الأم مع طفلة أو الأب مع طفلة، أو شوفوا كيف كانت علاقة الأهل مع بعضهم. الطفولة كتير مهمة لنقدر نزرع فيها الشيء اللي نحن حابينه بالمستقبل. أكيد. لرح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا لليوم الأستاذ محمود الخالد، اختصاصي صحة نفسية للطفل. صباح الخير حكيم. صباح الخير لكم. يسعد صباحك. الله يسلمكم يا رب. دائما معك بنركز على هي القصص والتفاصيل المهمة في مرحلة الطفولة، ويعني قد ما حكينا هي أساسا مسؤولية كثير كبيرة وعاطق يعني كثير كبير على مسؤولية على الأم وللأهل. واليوم العصر مختلف، يعني اللي بيقول لك إنه أنا ربيت 10 أولاد سابقا من 50 سنة الموضوع مختلف، ما كان لا هي التكنولوجيا ما التلفزيون، ما في هذا الانفتاح، الطفل كان خياله بسيط أكثر. اليوم خلينا نحكي التربية قديش بتأثر بشخصية الطفل. اليوم مثلا نقول طفل خجول انطوائي، أكيد في أسباب لحتى الطفل طلع هيك. أول شيء صباح الخير. هلأ بدنا نتعامل مع أولا اللفظ اللي هو طفل خجول أو طفل انطوائي. أولا هاي الحالة هي حالة طبيعية، لأنه نحن بدنا نقول أنه في عنا حسب الدراسات بتقول أنه في عنا 15% من الأطفال اصلا هن بيولدوا خجولين. صحيح. عرفتي علي شلون؟ فاولا نحن بدنا يعني نتعامل مع هاي الحاله ب ب ب ب بطبيعيه، تمام، ب ما نبالغ ما نبالغ فيها. صح. نقول انه والله انا في عند ابني مشكله، لانه هي اصلا ما أنا مشكله، هي حاله طبيعيه. خلينا نقول الاهالي هي اللي بتكبر المشكله وهي اللي بتصغر المشكله. يعني نحن دائما بس هن المحيط يا حرام بهيئون. ايه المقارنه الفرديه 100%، لانه نحن عم نقول طفل في الدائره الاولى والاساسيه بحياته، تمام، لفتره كثير مهمه. خلينا نقول لدخوله للمدرسه، هي الدائره الاولى هي الاسره. فنحن دائما بندقق على الاهل. ليه؟ لانه من ولاده الطفل حتى دخول المدرسه، يعني العمر 6 سنوات، الاهل هن الاساس وهن المنبع. ففيك تقولي من عمر السنه لعمر الخمس سنوات كل شيء مهارات، كل شيء تفاصيل عم تصير مع هاي الطفل عم ياخذها من وين؟ من الاسره. وشيء قليل من المحيط اللي هن الجيران والمعارف او الاقارب. فلذلك نحن دائما بندقق على الاهل بهي التفاصيل. يعني طيب استاذ، اليوم كرمال ما نخلط بين المصطلحين، في طفل خجول في طفل جبان. في امهات بتفكر الخجل ممكن يكون جبن عند الطفل، يعني فبتقول لك انا ابني جبان، هو بيكون الطفل خجول، يعني هو ما انه قادر مثلا يواجه اليوم معلمته، وما انه قادر يواجه طفل ضربه وبيخجل، بعيدا عن انه هو ما هو جبان او لا. يعني اليوم نحن كيف قادرين نفرق بين هاي النقطتين؟ هلا نحن لازم نحكي في شيء اسمه يعني علامات طبيعية للطفل الخجول. لازم نحن نكون ننتبه. شو هي هاي العلامات؟ تمام. هلا هاي العلامات خلينا نقول أول شغلة، الطفل الخجول هو ما بيحب، يعني ما بيحب يتحدث، ما بيحب يحكي عن نفسه أبدا. الطفل الخجول هو طفل هادئ بالمجمل، ما له يعني ما له مشاغب. بنقول مثلا في يعني ما بيشاغب، ما بيحكي، ما بي ما في له أي تصرفات، ما له أي ردود أفعال. هو يفترض إنه يكون يعني هذا الطفل الخجول هو في عنده صفة اللي هي صفة الانسحاب، ما بيحب يجتمع بمجموعات، لا إن كان خلينا نقول بالبيت مثلا مع أقران الأطفال، أولاد قرايبينهم، معارفهم، جيرانهم، ولا إذا كان بالمدرسة. الطفل الخجول في عنده صفة الانسحاب. خلينا نقول كمان في عندنا من صفات الطفل الخجول، الطفل هو ما بيحب يعني حدا يهتم فيه، ما بيحب يكون محط اهتمام. يعني غالبا ما بيحب، يعني هو بيستحي، لانه مثلا بقول فلان والله في ناس كثير مثلا بتفتخر بهذا الموضوع، والله ابني شوفه بيغني، شوفه كيف بيلعب، كيف بينط، شاطر كذا، ابنه بيحمر وجهه فورا وبيدمع. فهو ابدا هو ما بيحب يكون محط اهتمام، لانه هذا الشيء بيلبكه تماما. يعني فهي الصفات هي يعني هي صفات
عامه عند الاطفال الخجولين طبيعي، وهذا شيء بس هي صفات طبيعيه على فكره يعني. بس خلينا نحكي عن جزئيه كثير مهمه، مرحله الطفوله مرحله كثير مهمه لصقل شخصيه الطفل في المستقبل، يعني دائما بتلعب هي يا تاثير ايجابي يا سلبي بحياته بالمستقبل. واليوم لما نقول دائره الاولى تقتصر على الاهل، يمكن انا قلت لك بدايه حديثنا لانه خلال سنوات الحرب ما عاد حدا عاش ببيت، يعني صرنا نشوف بالبيت الواحد ثلاث اربع عوائل، يعني ما عاد شفنا عيله واحده بسبب ظروف الحرب القاسيه، بسبب فعلا في كثير ناس خسرت بيتها، ففي تشاركيه يعني صحيح. بس انا كأم يعني وأب عم يتابعونا اليوم، شو هي القواعد الاساسيه لأنا فعليا اقول انا الدائره الاولى؟ يعني في قواعد اساسيه بالتربيه لازم بقى ما حدا يتدخل فيها، لا الجد لا الست لا حدا. انا قلت ما يعني في نقطه اساسيه لأنا اكسب شخصيته، يعني في ناس بتقول لك انا ماني مدلعته بس المحيط عم ينزع لي كل القواعد كثير. نحن بنعاني من الامهات بشكل كثير كبير. انا قلت لك ما في هيك، لا بس هالمره كرمالي، فهي هذا الهرم بيتنكسر شوي شوي. لا انا بدي اعطي قواعد واسس اساسيه، لانه بالاخير بيقولوا للام انه انت السبب، يعني هي تربيتك، مع انه الكل مشارك يعني وقت القصه الموضوع فيها سلبي كله بيسحب ايده ما له علاقه. صحيح هذا الكلام. هلا الامانه هي يعني هي مشكله يعني مشكله احنا ما فينا ننكرها. اليوم الاب والام هن عم يشتغلوا، فوين بدهم يروحوا بابنهم؟ فعم يضطروا يعطوه للجد او للست او للاخت او الى اخره. وبنفس الوقت بعدين بنطالب انه نحن لازم ما حدا يتدخل بتربيه هذا الطفل. بس انت في فتره كثير كبيره عم تترك ابنك او بنتك بمكان بحكم الظروف اللي انت يعني مثل ما تفضلت فيها، الظروف المعيشيه الصعبه. ما فينا ننكر كمان الاسباب اللي بتخلي الطفل اللي يصير خجول، كمان نحن ما بدنا ننكرها. يعني اليوم نحن الأهل هن الأساس بهذا الموضوع. اليوم الأهل إذا كانوا مستبدين برأيهم فأنا بالضرورة ابني ما راح يكون خجول وما راح يكون انطوائي. ليش؟ لأنه هو ما عم يعطوه مجال أصلاً إنه يعبر عن رأيه. يعني الأهل اعمل سوي لا تعمل لا تسوي، فهو ما عم يعطوه مجال حتى اصلا يقول لهم ليش او ليش بدي اعمل هيك. حتى اذا صارت معه مشكله، يعني اليوم كثير اهم الاسباب ممكن تخلي هذا الطفل خجول، اللي هو اولا مقاطعته في الحديث، ممكن المسخر عليه. يعني انا اليوم انا عم احكي ممكن اني انا اقاطعك او اني اتمسخر عليك او اني انا همش رايك او همش هذا الحديث اللي انت عم تحكيه، فانا خلص تلقائيا رح يصير في عندي رده فعل انه انا كل ما بدي احكي فلان رح يقاطعني او ابي رح يقاطعني او امي رح تقاطعني فانا ما بقى احكي. لا والفروق الفرديه ما كثير في مقارنات بشعه، يعني ما لها هي مقياس. اليوم انه شوف فلان هذا اشطر منك كذا، ممكن اعمل عمليه تحفيزيه مش مقارنه، يعني هي الطريقه بتختلف. تمام، هو نحن هاي هي القصه، نحن دائما بنفكر حالنا انه انا لما اشوف فلان هو اشطر منك فأنا عم حفزه، وهو هذا الحكي مو صحيح، لأنه هذا الشيء ممكن يعمل عنده ردة فعل عكسية. أولا ممكن يكره فلان ويكرهك أنت نفسك. ليه؟ لأنه أنت رح عم تفضل، أنت عمليا عم تفضل أخ على أخ، أو ممكن عم تفضل قريب وأنا ابنك. تمام، هو كمان بيعرف تماما انه هو ابنك، فانت لما تشوف هو عم تفضل حدا تاني عليه فهو بالنهايه راح يصير في عنده رده فعل عكسيه. طيب. وراح يصير يتصرف تصرفات ما يقبلوها الاهالي. يعني هي شعره بين انه خجول وصرنا بالانطوائيه بسبب تماماً المعاملة. تماماً. خلينا نحكي أستاذ بشكل كتير سريع، اليوم نحن كيف قادرين نتعامل مع هذا الطفل صح كرمال أنه أوكي أنت خليك خجول، اليوم بجوز هالطبع أنا ما رح أقدر غيرك، ولكن أنا ما زيد القصة عندك وما خليك تروح للشيء المرض النفسي بالانطوائية وغيره. صحيح. هلا أنا أول رسالة لازم نحن نوصلها للأهالي أنك لا تقول عن ابنك خجول قدامه. صحيح. لك أنا ابني كثير بيخجل، أنا قدامه إنه أنا ابني كثير بيخجل، أنا ابني كثير خجول. أول شغلة لازم نوصلها للأهالي إنه لا تقول عن ابنك خجول قدامه، ولا تخلي العالم تحكي عنه إنه هو خجول. هاي أول شغلة. ثاني شغلة لازم نحن نتعامل مع الموضوع بشفافية بحقيقة. أول أنا بعرف إنه أنا ابني خجول، ولازم هو يعرف إنه هو خجول، ونبلش نحن نتناقش معه على الأسباب اللي هي عم تخليه خجول، ليش ما عم يقدر يحكي، ليش ما عم يقدر يعبر. الشغلة الثالثة واللي هي الأساسية، لازم نحن نحط خطة لخطة حقيقية باستراتيجيات معينة، لأنه نحن نبلش نشاركه بالقرارات. يعني انا اليوم اي عمر فيني انا اخذ رايه، بحكي له تجاربي انا. اليوم بحكي تجارب صارت معي قبل، كيف مثلا صار معي موقف خجلت منه وكيف تعاملت معه. الاهالي تحكي هاي التجارب ونبلش نحن نشاركه انه شو رايك بهذا الموضوع. لازم نحن نحكي كمان كذلك الامر عن المحفزات اللي نحن ممكن نحن نغري فيها فيما لو تعامل مع اي موقف بدون خجل.
يعني انا اليوم انه انت تعاملت مع هذا الموقف يعني بشوف رده فعلي بشوف على ردة اساس فعل. وابتداء من اني انا بلش اعلمه كيف يسلم على على طفل، يسلم على قريب، انه سلم على عمه او سلم على رفيقك او الى اخره. هاي كثير بنعلم هاي القصه مع طفل، يعني هاي الشغله. تعزيز ثقته بنفسه هي باستماعه للاخير. صدقيني يعني اليوم نحن دائما كل ما بيحكي الطفل ايه خلص اسكت ايه قاطعه، اوقات ممكن تكون لا بتخليه يحكي طول النهار بس هو بس بدك تنيمه خلص ما بقى يعني تماما بده يحكي سمعت لا بالعكس حرام شمال ايه كل القصص بيتذكرها. كثير مهم كثير مهم كثير مهم عدم الانتقاد. صحيح. لانه عدم الانتقاد يعني عدم انتقاد الطفل كثير رح يقوي شخصيته، رح يخليه يعبر عن الشيء اللي بده اياه بعد ما يخلص. دله على الصحيح لانك اذا انتقدته هو ما بقى يحكي. يعني هو بالنهايه هو ممكن بصير بخاف، يعني بصير بيقول لك انه اخي انا اذا حكيت بدهم يبهدلوني. حتى في نقطه استاذ كثير مهمه للاسف، يعني اليوم ما بدنا نقعد نجمل الواقع، يعني كثير بنحكي بموضوع التوعيه انه طفلنا خلينا نتعامل معه كرفيق كشاب كصبيه، ولكن يعني انا بشوف في تعنيف بالصراخ قدام الناس، يعني انه على روح من هون بس بيطلع عم يبكي الطفل. يعني صحيح. في هون في انكسر شيء يعني. فاليوم انا درع الحمايه تيتا وجده انا معهم، يعني لانه هن ملجأه بالنهايه، يعني بنتذكر من حالنا يعني وقت بتقول لك لا تصرخ عليه بجوز هي في تجربه مرقت بحياتها، بتعرف انه هذا الطفل ما لازم تكسر شخصيته اليوم. ما هو هي مشكله، هي مشكله اكبر. يعني لسه انك انت تصرخ عليه بالبيت بينك وبينه غير لسه انك انت تصرخ عليه قدام العالم. بتحلفك اماني كرمالي ما بتضربه. ايه تماما. يعني انت هون في مشكله حقيقيه لانك انت هون انت صرت عم تاثر عليه حتى خارجا بالبيئات الحواليه بالمجتمعات بالحياه الاجتماعيه، لانه رح يصير يعرف انه قدام رفقاته تصرخ عليه وتبهدل ويمكن انضرب، فهو اصلا حتى رح يصير يكره يطلع يشوفهم لانه رح يقولوا ايه فلان والله هذا بالنهايه اطفال اكل قتل تنمر، يعني خلينا نسميها انه ليكو هذا اللي اكل قتل المره الماضيه، هذا اللي صرخوا عليه، هذا يعني هي مشكله حقيقيه. اليوم انت اي شيء بيصير مع الطفل خارج نحن بنسجل بنحط هاي الملاحظات، وبس نرجع نحن لازم نقعد معه نقول له شو كان عم بيصير، في اخطاء ما تاكل هم الخارج. هو مثلا اذا يعني الطفل صرخ بالطريق ما تاكل هم الناس، هذا طفل بده بالنهايه هو طفل. صحيح. بالنهايه هو طفل الارسل على شيء يعني ما له علاقه فاكيد يمكن عالم الطفوله عالم كثير واسع. نحن دائما بنتمنى لاطفالنا حياه جميله بتشبه هيك لوبهم البيضاء والصافيه. بالختام اكيد بدنا نتشكرك محمود الخالد اخصائي صحه نفسيه للطفل على وجودك معنا، على دائما النصائح الجميله. شكرا لكم. شكرا كثير لك.